وأعود إلى اللواء واصف عريقات الخبير العسكري عبر الإنترنت من رام الله. يعني أجدد الشكر والترحيب بك وأتأسف لي يعني لبقائك فترة طويلة سيادة اللواء. ما مدى واقعية اجتياح إسرائيل لرفح سيادة اللواء؟ تحياتي ومساء الخير لك وللجميع. أعتقد أولا عذرا أنا لم أسمعك ولم أسمع الضيف بالمطلق. على كل حال بالنسبة لرفح، أنا أعتقد أنه هناك تحضيرات يجب أن تتم، وهناك اتجاهات، يعني هذه التحضيرات عسكرية أكيد، يعني ضمن الخطة العسكرية ما هو حجم القوات، ما هو الهدف الذي ستنطلق القوات الإسرائيلية من أجل تحقيقه، هل هو ذات الهدف الذي كان في السابق أم سيكون هناك تغيير لهذا الهدف، بمعنى القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى بالقوة العسكرية. وأنا أعتقد أنه هذا يحتاج إلى نقاش طويل، لأنه يعني وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات الذي استقال كلهم غير مقتنعين بهذا الهدف السياسي الذي تم وضعه من نتنياهو، ويعتبروه أنه هدف غير قابل للتحقيق ربما لسنوات طويلة. الاتجاهات، هناك ثلاث اتجاهات حقيقة، يعني هي التي تدفع باتجاه معركة رفح. الاتجاه الأول هو بن غفير وسموتريش. بن غفير وسموتريش يريدوا كل غزة وليس رفح، يريدوها خالية من السكان، ويريدوا بناء مستوطنات فيها، ويريدوا تهجير كل الفلسطينيين الموجودين في رفح بما فيهم النازحين 1,400,000، ويريدون بناء مستوطنات وملاعب ومنتزهات، هكذا أعلنوا. الاتجاه الثاني هو وزير الحرب جالنت ورئيس هيئة الأركان هاليفي، يريدون أن يضعوا خطة عسكرية تقسيم رفح إلى مربعات، وكل مربع يتم معالجته لوحده، وهذا يحتاج إلى عدد كبير من القوات العسكرية ويحتاج إلى وقت طويل، وبالتأكيد سيتم تنفيذ ما تم تنفيذه في المراحل السابقة، بمعنى تدمير بنية تحتية، هدم منازل، هدم أبراج، قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، تهجير أكبر عدد ممكن، اعتقال ما يمكن اعتقاله والتحقيق معهم، لأنه واضح أنه الأجهزة الأمنية والاستخبارية لا يوجد لديها معلومات، فبالتالي هي ستعتمد على المعلومات التي ستجمعها من المعتقلين. الاتجاه الثالث الاتجاه الأمريكي، يعني متمثلا بأيزنكوت وغانتس، وهؤلاء يتحدثون عن عمليات محدودة، بمعنى أن يبقى الجيش الإسرائيلي في المراكز سواء كانت على الغلاف أو في الشارع الوسط الذي يقطع شمال قطاع غزة عن جنوبها، وينطلق من هناك بعمليات جراحية مركزة محدودة تعتمد على معلومات أمنية واستخبارية، وتستخدم الطيران كقوة دعم أساسية. هذه كلها الآن يعني نتنياهو يريد أن يقرر، رغم أنه قال أنه وقع على الخطة العسكرية أو على العملية العسكرية في رفح، وأنا أشك لأنه ما زال هناك نقاش، ما زال هناك خلافات حادة، إضافة إلى هناك تعقيدات. يعني أولا 1,400,000 فلسطيني موجودين الآن في رفح، أين سيذهبون هؤلاء؟ وهناك يعني 27,000 نسمة في كل كيلومتر مربع، إذا ما تم تنفيذ عملية برية وهم موجودين، إضافة لعدد السكان 300,000، يعني نتحدث عن 1,700,000، هذا يعني ارتكاب مجازر وجرائم حرب كبيرة. التعقيد الآخر الاتفاقية المصرية الإسرائيلية، هناك ملاحق أمنية، ليس فقط الاتفاقية التي تمت عام 1979، ولكن هناك ملاحق أمنية تحدد يعني حركة القوات الإسرائيلية في المناطق، وخاصة في محور فيلادلفيا. وأنا أعتقد أنه لا يسمح من خلال هذه الملاحق أن يكون يعني عدد أكبر من المتفق عليه، وهذا طبعا لا يسمح للجيش الإسرائيلي أن ينفذ العملية البرية كما يشتهي. إذن نحن نتحدث عن تعقيدات، تحضيرات، اتجاهات، والأهم من كل ذلك نتنياهو يعتبر أن رفح هي هدف مخلص أرواح، بمعنى أنها التي يعني سيحقق فيها ما لم يحققه في المراحل السابقة.
ولكن أيضا المقاومة الفلسطينية تعرف أن هذا رفح هدف استراتيجي ليس فقط للإسرائيلي وأيضا للمقاومة الفلسطينية. ونتنياهو ومن خلال وزير حربه ومن خلال رئيس هيئة الأركان يعرفون تماما أن المقاومة الفلسطينية تعد نفسها لمرحلة حاسمة. وأنا أعتقد أحد الأسباب الرئيسية التي استقال من أجلها رئيس شعبة الاستخبارات أهرون هليبي هي أنه يدرك تماما حجم الخسائر التي تنتظر الجيش الإسرائيلي سواء كان بالأرواح والمعدات أو في تحقيق الأهداف، لأنه هو ركن من الأركان الثلاثة للعقيدة العسكرية القتالية، وهي الردع والإنذار والحسم. ومعروف أنه لا يمكن أن يكون هناك ردع ولا حسم دون أن يكون هناك إنذار، بمعنى أن رئيس شعبة الاستخبارات هو المسؤول عن الإنذار، مسؤول عن المعلومات الأمنية والاستخبارية. إذن لماذا استقال وهناك عملية يعني استراتيجية بالنسبة للجيش الإسرائيلي؟ إذن هذا يؤكد بأنه رئيس شعبة الاستخبارات لا يوجد لديه معلومات أمنية واستخبارية يبنى عليها قوة ردع ويبنى عليها حسم. فلذلك أنا بتقديري من المبكر الحديث عن عملية رفح في المدى المنظور، ربما يستخدمها نتنياهو فزاعة وخاصة بعد استقالة الضباط. نعم، ابقى معي سيادة لؤي، سأعود إليك. أما الآن فينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء أركان حرب نصر الدين سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية، رئيس وحدة الاستطلاع بالمخابرات الحربية المصرية سابقا. سيادة اللواء أحييك. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى رأسها صحيفة يدعوت أحرنوت تحدثت على أن رئيس الأركان الإسرائيلي هليفي ومدير الشباك زار مصر اليوم بهدف التنسيق مع مصر استعدادا لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، وقد التقي في هذه الزيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وناقش العمل المستقبلي معه في رفح. هذا الكلام على عهدة يدعوت أحرنوت وحتى موقع ولا العبري. في اعتقادك سيادة اللواء، هل من الممكن أن توافق مصر بشكل أو بآخر على عملية عسكرية مبرمجة مع الاحتلال الإسرائيلي في رفح، أم أن هذا مستبعد بالكلية؟ يعني في البداية النهاردة احنا مصر كلها بتحتفل بالذكرى 42 لعودة سيناء واستعادة كامل ترابنا من إسرائيل التي دنست ترابنا الوطني في يوم من الأيام. فالنهاردة مع هذه الذكرى للشعب المصري كله بيستعيد كل ذكرياته، كل الدماء اللي روت هذا التراب الطاهر على أرض سيناء، والدماء اللي اشتركت معه في كل الحروب الفلسطينية من قبل ضد إسرائيل. يعني لما يجي يدعوت أحرنوت أو أيا كان هذه الميديا اللي بتنشر هذا الكلام، ويجي أيا كان مين اللي جاي من الشباك أو من الأمان أو أيا كان الموساد، كل ده ما هو إلا يعني هو عايزين يتخيلوا كرسالة نوع من مش عايز أقول الردع، إنما نوع من التخويف للفلسطينيين إن إحنا خلاص متفقين ومصر مش هتتدخل. ومصر طبعا الشعب المصري قيادة وشعبا وجيشا يرفض أي عمل إسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، ده رقم واحد لازم الكل يفهمه. تصريحات رئيس مصر النهاردة واضحة لا لبس فيها، نرفض أي عملية ضد أشقائنا الفلسطينيين سواء كان في رفح أو في أي مكان آخر، رغم من كل التخاذل العالمي اللي احنا شايفينه. فكون إسرائيل النهاردة بترتب العملية وبتوحي للجميع أن خلاص أنا خدت الموافقة ومنسقة وعاملة ومسوية، هذا الكلام بهتان وكذب وكل الكلام ده مرفوض تماما. طيب يعني بعيدا عن التنسيق مع مصر سيادة اللواء، عفوا للمقاطعة، هل من الممكن أن يقدم بنيامين نتنياهو وحكومة حربه على اجتياح رفح دون حتى تنسيق مع مصر، ورغم الرفض المصري الواضح والصريح وآخره اليوم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني هل بنيامين نتنياهو من الممكن أن يقدم على هذه الخطوة؟ يعني يقدم على إيه بالضبط؟ يعني هل هو اجتياح رفح واحتلال محور فيلادلفيا؟ لحظة أيوة، يعني أنا بس عشان إيه، معلش اسمح لي عشان إيه، لأنه هو ممكن يجي
بيعمل حاجة ويعلن شيء آخر، وده مش جديد على إسرائيل. إن لا ده احنا نسقنا مع مصر، طب نسقت بإيه؟ هل هو عرض على مصر؟ طيب إذا كنت أنت عرضت على مصر، هل مصر وافقت ولا رفضت؟ أنا بقول لك بالتأكيد رفضت أي عمل ده إذا كان فعلا هذا الوفد عرض إيه اللي ممكن يعمله. إنما العملية هتتم إزاي؟ العملية لن تكون سهلة. يعني احنا أنا سمعت ضيفك الكريم اللي بيتكلم قبل كده على حجم العملية. أنا عايز أزيدك من الشعر بيت وأقول لك إن هذا الجيش الإسرائيلي الجبان لا يجيد إلا عملية القتل عن بعد، ولما هيجي في عملية اجتياح مش هيبقى الاجتياح زي ما احنا متخيلين أو زي ما بيقولوا عمليات جراحية نظيفة هيخش بيها الأنفاق يطلع الناس بتوعها ويخش يقاوم يواجه المقاومة، أو إن المقاومة هتقعد منتظرة داخل الأنفاق. أنا بقول لك من دلوقتي على الأقل 50% من المقاومة موجودة خارج الأنفاق ومحتلة واخدة أوضاعها على سطح الأرض في مواقع تواجه بها أي اجتياح إسرائيلي. إسرائيل لو دخلت مش هتقدر تنفذ اللي في دماغها إلا إذا عملت عملية إبادة كاملة. الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن يهاجم قوات على الأرض قبل ما يضمن ان هو نزل فيها خسائر لا تقل عن 90%، ده بفرض ان هو يدخل ويسمح ان ايه في مقاومه هيواجهها. هذا الجيش الجبان بهذه المجابهه اذا فكر يدخل زي ما احنا شايفين في كل كيلومتر، شوف عدد الكثافه 27,000 مواطن موجودين في ال 8 كيلو في 8 كيلو دول، حاجه خطيره جدا. فهتبقى مجزره، يعني اباده شامله عشان يخش، مش هيسيب مش هيرحل الناس دول او هينحتهم جانبا ويبدا يتعامل مع المقاومه، لا المقاومه هتسمح له ولا شكرا. هو هيقدر، وبالتالي اي اجتياح لابد هيبقى فيه خسائر لا يمكن العالم كله يقبلها ولا حد يتحملها، لانه هو كل ما يجيده هتجد الطيران بيضرب، صواريخ بتضرب من البحر ومن البر ومن الجو، كل الكلام ده. فعمليه رفح دي بفرض انها لو تمت ده هتبقى مجزره وعار على العالم كله أن يقبل أن يتم هذا. يعني مش عايز أتكلم هو على مسألة العار، على ما يبدو أن العالم تعود على مسألة العار، لأنه هو قتل بالفعل واستشهد 35,000 حتى الآن، فضلا عن 77,000 مصاب و11,000 تحت الأنقاض. لكن على حل الحديث بقية سيادة اللواء أركان حرب نصر الدين سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية، رئيس وحدة الاستطلاع بالمخابرات الحربية المصرية سابقا، شكرا جزيلا لك. الرفض المصري سيادة اللواء واصف عريقات، هل من الممكن أن يرضى بالفعل بنيامين نتنياهو عن هذه العملية ويبعده عن مسألة اجتياح رفح، أم أن الرفض المصري بمفرده لا يكبح جماح بنيامين نتنياهو؟ يعني رغم أنني لم أسمع السؤال بشكل واضح، أعتقد أنه أولا نتنياهو قال أكثر من مرة أن إذا لم يجتاح الجيش الإسرائيلي رفح هذا يعني أنهم خسروا الحرب، وهو يدعي بأنه هو الوحيد القادر أن يقول لا لكل الذين يضغطون عليه، سواء كانوا أمريكان أو أوروبيين، وربما حتى هو يشير إلى الجانب المصري في هذا الموضوع، بمعنى أنه سيعارض ويتعارض ويتناقض مع الكل الذين يعارضون عملية رفح. فبالتالي أنا بتقديري الكابح الوحيد لجماح نتنياهو في اجتياح رفح هو تقدير شعبة الاستخبارات وأجهزة الأمن والاستخبارات لحجم الخسائر التي سيمنى بها الجيش الإسرائيلي، إن كان على صعيد عدم تحقيق الأهداف، لأنه من يضمن لنتنياهو أنه سيحقق في رفح ما لم يحققه في خان يونس أو في الشفاء أو في الشمال؟ هذه غير مضمونة، لأنه معروف أنه أي عملية عسكرية وخاصة في العقيدة العسكرية القتالية تعتمد على ركائز أهمها الأمن والمعلومات الاستخبارية الميدانية، هذه حتى الآن غير متوفرة. وأعتقد أنه رئيس شعبة هيئة الاستخبارات أهرون هليفي استقال لأنه لا يوجد لديه معلومات أمنية واستخبارية عن أي حركة داخل رفح،
بالتأكيد لو كان هناك معلومات أمنية واستخبارية أخي العزيز لما انتظر الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي لديه طائرات، لديه مدفعية، لديه دبابات، لديه يعني وحدات نخبة. لو توفرت لديه معلومات عن وجود قيادة مقاومة في أي مكان في رفح أو هناك أسرى ومحتجزين لنفذ عمليات. لذلك هو لا يتوفر لديه معلومات لا عن المقاومة الفلسطينية ولا عن الأسرى والمحتجزين. عفوا. اللواء واصف رايقات الخبير العسكري كنت معي عبر الإنترنت من رام الله، جزيل الشكر لك سيادة اللواء.